نجمنا الرائع الجميل، ربنا يا رب يديله الصحة، الفنان الكبير جدا قوي خالص، الفنان محمد ثروت. الفنان محمد ثروت بيعمل أو عمل عملية جراحية في القلب لتاني مرة أظن. خليني نعرف ونطمن، ودي أهم حاجة، من نجله أحمد محمد ثروت وصديقي العزيز بما يعني لا يدع أي مجال للشك. إزيك يا أحمد؟ حبيبي يوسف، كتر خيرك والله العظيم. يعني لا يا راجل يا راجل، ده الأستاذ محمد ثروت، ده بتاعنا كلنا مش بتاعك لوحدك. لا طول عمرك والله، يعني سباق بالسؤال وبالخير وكل ربنا حاجة يحفظك. وبشكرك بجد. يعني يا رب يخليك يا أحمد، طمنا على الأستاذ. والله الحمد لله، هي كانت زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، دكتوره كان طالب ان يطلع يعمل العملية الدقيقة دي لحداثة التكنولوجيا المطلوبة فيها، يعني لان هي عملية دقيقة جدا في سريان في القلب. فدكتوره في النمسا قال له انا محتاجك تطلع لي عملية وفترة تأهيل، والحمد لله عمل العملية بنجاح. خرج في العناية، هيظل فيه 4 ايام، وان شاء الله بعد كده فترة ريكوفري بقى، تأهيل مع دكتوره هناك، وبعد كده يرجع مصر ان شاء الله. يعني ما هو قال لك هنسيب الغنى لمين طيب؟ والله بص، انا الاغنيه دي كانت هتنزل في العيد، بس لما حسيت ان ميعاد العمليه قرب قلت ابسط الاشياء لازم يفرح ان شاء الله يا رب بعد ما ربنا يوفقنا بنجاحها. باذن فإن الله، فان شاء الله بمجرد ما يرجع نحتفل مع بعض كده عشان اطمن عليه، ويفضل يعني صوته منور لي حياتي. يعني لازم ينور حياتك وحياه عيلتك وحياتنا كلنا يا ربنا احمد. يخليك، ده الاستاذ ربنا يخليك. محمد ثروت بنفسه، ربنا يا رب يديله الصحة، يطمنكم ويطمننا جميعا عليه. ده راجل طالما يعني هقولك بقى مش أمتعنا، أثرى حياتنا الموسيقية، ربنا يا رب يديله الصحة، حياتنا كلنا في مصر وفي العالم العربي. الأستاذ محمد ثروت ربنا يا رب يديله الصحة ويرجع لنا مصر بألف صحة وسلامة.